اسمع اسمع لا 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 ايه بلاتي غير في بلاتي لا لا مسقيتي مسقيتي تقولي لي حتى حاجه مالك علاش غير اسمع اسمع شوف ما عنديش مع هذا الشيء ايوب وانت عارف هذا الشيء لا لا صافي دابا كديري فيت غير اسمع دابا المشكله اشنو غنسمع غير اسمع غير اسمع ودابا غير اسمع غير اسمع وغير اسمع حيد يدك ايوب قول يلا شنو من لا ما عنديش مع هذا الشيء وشنو معاش عندك معايا صافي غير اسمع اسمع والله حتى تحبسي والله وصافي هو اما يكونش راسك قاصد السلام عليكم الخوت كنتمنى من الله تكونوا كاملين بخير مرحبا بكم في هذا المقلب هذا اللي غادي نديروه في واحد الصديقه ديالي اللي جات عندي تقريبا من خريبكه جات لعندي لهنايا هي واحد الصديقه عزيزه عليا بزاف ويعني ومعرفه قديمه وهذه دونك داكشي علاش غادي ندير لها واحد البرانك وغادي نطلب منها الزواج دونك هي دابا راه كاينه في الدار وانا جيت لها الجرده هذه شي جرده دونك قهوه فيها جرده جيت لهنايا غادي نصوني عليها وغادي نقول لها تجي لعندي لهنا هي بطبيعه الحال ما كتعرفش هي هذه القهوه هذه ولكن غادي نقول لها يجيبها حميد ولا عبد العالي ولا شي واحد من خوتي وغادي ندير لها هذا البرانك هذا وغادي نشوفوا ردات الفعل ديالها كيفاش غادي تكون صوني عليها ودي اسمح لي وي ام وحق الله فين وي ام صافي لاباس عليك الحمد لله اش كتعاودي صافي الحمد لله تغديت ولا مازال تغديت الحمد لله الحمد لله قول لي فينك واش راكي مازال في الدار ولا خرجتي مع الدار لا شي انا مازال في الدار الا باغا نخرج مازال شوفي قولي لحميد يجيبك عندي شو سميتو لديك القهوه ديال انا جالس تما يقول له يوصلك ويرجع هو للدار انا فاش كنجي حاجه المهم غير راجل هنا وغتعرف اوكي صافي يلا انا كنت يلا باي باي سلام دبرتي عليها بلاتي بلاتي مازال ما سالاش هذا الفيديو هذا الا وصلتي حتى لهاد اللقطه هذه ما عليك الا تدخل انستغرام ديالي اللي هو هذا دير لي فولو صيفط لي الافكار ديالك كملوا دابا الفيديو حتى الاخر حرام منكم حرام سكوريتي لا كاليتي افين لاباس عليك اش كتعاودي مرتاحه جلسي ارتاحي مع راسك ارتاحي تشربي شي حاجه لا ما علاش يلا يلا تغطيتي فيك ليه هضم ماشي مشكل قولي مسولات عليا الوالده لا ما قالتلكش فين زاد هذا ماشي مشكل لا لا ديك بعدا انت مرتاحه بزاف فين مشى حامي قال لي بلي غادي يخرج ما بغاش يدخل لا ماشي مشكل لا كنتي بعدا مزيان صافي كنهضر معاك بحال الا زعما راه ما حكالسيش في دار وحده الله ينعل على السلعه الحايبه لو حرام ياك بخير هانيه امك كي صبحات تشم من الصباح بكري خرج مزيان تشوب عليك ايوا واش شربتي شي حاجه والله الا ماك بصح وعلى خاطرك اللي بغيتي شوف انا عيطت لك لهنا بغيت نهضر معاك في الدار ما بغيتش قربي قربي لهنا يقرب دابا انا ما بغيتش نهضر معاك في الدار اوكي غير على واحد الموضوع وصافي ما تخافيش ما تخافيش ما كاينش شي مصيبه اوكي المهم ما عليناش دابا انا كنعرفك مزيان انت كتعرفيني مزيان ياك داكشي علاش باش نجيك بصراحه انا كتعجبيني باش كتعجبيني بداك المصطلح ديال شي حاجه تقدر تكون كدور لك دابا في راسك خايبه المهم كتعجبيني اولا بنت الناس ظريفه الله يعمرها سلعه فهمتي مربيه والدي كان تنعرفهم و تيعرفوني داكشي علاش بغيت نقترح عليك واحد الفكره ديال الزواج ديال انا وياك غنكون بجوج زواج وي الزواج ماشي غولاسيون ماشي شي حاجه خايبه ماشي دوك الغولاسيون ديال الدراري الصغار عرفتيهم في السيمانه 15 يوم كاع عامين كاع لا 3 سنين تضيع الخاوي تسركيل لا ما بغيت نقصد دار نيشه فهمتي حيت وصلت انا لواحد اللاج اللي خصني ضروري نجمع فيها راسي واش تكون معايا شي بنت الناس اللي نتعاونوا انا وياها الزمان وزيدوا 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 نتعاونوا على الشاده والفاده بجوج فهمتي؟ فهمت ولكن شنو اللي خلاك زعما تفكر فيا انا حاجه سنتي تقريبا بحال الا قريبه ليا بزاف واخا تعرفنا في واحد المده اللي قصيره حسيت براسي بحال كنعرفك من شحال هادي فهمتي؟ يعني بحال الا وليتي كتعرفي عليا بزاف د الحوايج وانا كذلك يعني تقريبا عندنا نفس التفكير انا وياك يعني كنفكروا تقريبا نفس التفكير فهمتي يعني ونقدر نقولك لقيت فيك بزاف ديال الحوايج اللي كنت كنقلب عليهم مثلا في شي بنت الناس
تلقيتهم فيك انت دونك بلا ما نمشي نقعد نشوف شي بنت ناس وحده اخرى عاد نتعرف عليها من جديد وداك الشيء فيك انت كنعرفك كتعرفيني شركنا الطعام بزاف ديال الحوايج دونك نكونوا بجوج ما كتصدمتي ولا كيفاش ما عرفتي ما تقولي ولكن شوف هذه هي الحقيقه انا جيت كنيسه جيتك من الاخر امكانيت انا نقولك نديرو غولاسيون وهادي ونكونوا بجوج لا انا كنت كنجي كنيسه جيتك من الاخر مثلا ما عنديش داكشي المصاحبه ولا اصلا راه باينه فيك اصلا فاش دويت معاك بقيتي كتعاودي ليه وهادي وعرفت عقليتك داكشي علاش لقيت انا وياك بحال الا متقاربين بزاف عندنا نفس التفكير يعني ما غاديش نلقاو مشكل من بعد ما نطيحوش مشاكل داك التبرهيش والغوات وداك فهمتي كيفاش دونك داكشي علاش اقترحت عليك هاد الفكره هادي باش نشوف واش تقبلي ولا ما تقبليش شوف هو بصراحه انت كيف ما قلتي بصح شركنا بزاف ديال الحوايج زوينين الحمد لله ولينا بحال عائله ولكن كلمه ديال الزواج راه كلمه كبيره بزاف سمعي نقول لك وي ام راه مادام قلتها اسمعي راه مادام قلتها لك الا وراني قاد بديك المسؤوليه ماشي حتى قصه يعني غير المسؤوليه ولكن بصح انه يعني وليت كنعرفك واحد المده اللي صغيره وممكن انه كاينين بزاف ديال الحوايج مازال ما عرفتيهمش عليا وانا مازال الحوايج ما عرفتهمش عليك ما عرفتش كيفاش زعما هكا جاتك بينا خاصه فكره ديال الزواج هذاك الشيء اللي اساسي عرفته فهمتي داكشي اللي اساسي يعني اللي كنت كنقلب عليه لقيته وعرفته دونك داكشي الاخر راه كيجي مع الوقت وكيف ما قلت لك من قبل انا راه ما غاديش نشكر لك راسي بامكاني نشكر لك راسي نقول لك ايوب ها كي داير ها انا ها كي داير وزيد 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 بحال الا تما بحال الا غير كنشكر راسي ولكن انا بغيتك تكتشف فين انت ايوب وانا بغيت نكتشف وياك فهمتي يعني وهذا الشيء هذا اللي غادي باش غادي نكتشفك وتكتشفيني راه المواقف المواقف هما اللي غادي يطيحونا في هادشي وديك الساعه غادي نعرف انا عقليتك مزيان كيفاش دايره وكيفاش كتفكري واخا انا عارف التفكير ديالك كيفاش داير فوالا المهم انا جيتك الصراحه انا كنت باغي ندوي مع مامك مؤخر واو داكشي علاش انا بعدا جيت تشاورت معاك فهمتي باش ما زديتش مني انا شي صوره علاش ما جاش عندي ولا فهمتي جيت قلتها لك انا نيشان شوف باش تي لك انت مثلا باغا وموافقه ديك الساعه توكلوا على الله هادشي بطبيعه الحال الا كنتي مرتاحه مع ايوب ولكن كيبان لك مثلا ايوب هو الشخص المناسب شوف ماشي بالعكس يعني انا شفت داركم شفت عائلتك شفت ماما كلشي ناس مزيانين بزاف ولينا عائله وحده مي الزواج ايوب الزواج شوفي انا ماشي تنقول لك انا في دابا غنتزوج بك دابا انا اقترحت عليك الفكره ديال الزواج انا غير باش نديرها لك في راسك يقدر من هنا عام وفي هاد العامين ولا عام ولا ثلاث سنين هنا غنزيدو نتعارفوا اكثر وهنا غنتفاهموا على بزاف د الحوايج فهمتي ومن هنا حتى انا نزيد نجمع راسي فهمت باش فاش غادي نجي هو هذاك فهمتني ناضي كانوض زعما نقولها لك بصراحة نهضرو بصراحة يعني أنا حاليا في هاد البيريود هادي مكنفكرش في الزواج علاش؟ كنفكر أنني باغا غير نقاد الكارير ديالي ونقاد بزاف ديال الحوايج فيا بحال أش مثلا؟ مي الزواج مسؤولية لي من غير أنها مسؤولية مادة مي مسؤولية ديال الاستقرار ديال مسؤولية الدار ماشي مسؤولية كتولي ماشي غير كتفكر في راسك كتفكر للراس وكتفكر لجهة داك الشخص اللي معاك وأنا كنشوف راسي حاليا مازال مستعداش لهاد الحاجة ودابا شنو قلت لك انايا ميمسي حاليا كنقصد من هنايا واحد 5 سنين اللي جايه وعلاش هاد الخمس سنين هادي مثلا اللي جايه بحال دابا انا في عمري 25 علاش فهاد الخمس سنين هادي ما تفاهموش على بزاف ديال الحوايج ونبداو كما تيقولوا ازيرو دونك نهار غندير مثلا 30 عام ولا 29 عام غنكون صافي بحال الا جمعت راسي واش انت غادي تكوني كبرتي شي شويه مثلا في اللاج ويكون تكوني وصلتي داك اللاج النيس ديال الزواج داك السن الزواج صافي نتوكلوا على الله يعني مازال الا كنتي باغا مثلا من هنا 5 سنين عاد غتزوجي فهذه هي الفرصه صافي غنبداوها من هنا 5 سنين راه كافيه نبداو ازير وانت باغا تحققي بزاف ديال الحوايج باغا تخدمي باغا ديري انا غنعاونك في داك الشيء بحال غنكونوا يد وحده عاود انا باغي ندير بزاف ديال الحوايج بزاف ديال المشاريع باغي نديرهم غتكوني معايا باش من بعد
من بعد باش علاش نكونوا في دار وحده بحال الا بحال الا غادي نقول مع راسي لقيت هاد البنت هذه اللي معايا تستاهل انها تكون في دار. علاش؟ بحال الا بدات معايا من الزيرو، بدينا من الساس، فهمتي؟ انا كنبني وهي كتمد ليا. بحال شي واحد مثلا تيبني في دارو فوق السلوم، راه ماشي غادي يهبط من السلوم غير هز ياجوره عاوتاني يطلع الفوق، خص ضروري اللي يمثلو. دونك انت هي هذيك السيده اللي غادي تبقاي تمدي ليا باش اننا نبقاو نبنيو ديك الدويره، باش فاش نكونوا فيها نقول مع راسي هذه هي البنت اللي غادي تستاهل تكون فيها، ماشي نجيب وحده اخرى تلقى كلشي واجد وفاش نتناقشوا انا وياها تبقى تعفر وهي اصلا ما دايره والو، فهمتي البلان؟ دونك هذا هو الصداقه. واش ما كتشوفيش ايوب هو الشخص المناسب؟ انا اصلا قلت لك حاليا حيت ما كنفكرش في الزواج ما عنديش مواصفات معينه، فهمتي؟ ديال انني مثلا باغا هكا وهكا وهكا، بما انني محيده الفكره من دماغي ما كنفكرش فيها. يعني فاش غنشوف ما نشوفكش راجلي كما نقول. دابا حنا لا نحيدوا هذا الشيء هذا، دابا اللي قلت حنا وندخلوا داك الشيء دابا اللي تنقول لك، واش ايوب هو الشخص المناسب مثلا من هنا لا واحد 10 سنين كاع؟ لا شوف انت يا بالعكس مناسب لاي بنت، ظريف كتعامل مزيان، حاجه تمشي ديالك سخي بزاف، فهمتي؟ بزاف ديال الحوايج فيك زوينين. مي بالنسبه ليا انا وئام ماشي انا كنقول ماشي شخص مناسب، ولكن الزواج ممكن. علاش ما يمكنش؟ حيت لا ايوب ما يمكنش ويلي، ماشي قضية ما يمكنش، ولكن هانتي فكري غير شوية مع راسك. إلا حطوا لك واحد الشخص هنايا، حطوا لك أيوب، شكون غتختار؟ جاوبي بلا كثرة الفلسفة وحاجتي فيك أصلا. ما هاد السيد هذا ما كتعرفي عليه حتى حاجة وباغيك. أوكي، وهاد أيوب كنعرفو، مي أيوب كنعرفو في حدود أنه صديق ديالي. هو سأل، هو لالا بغى يكسر داك الجدار ديال الصداقه، باغي نجي تولي شي حاجه في حياته. ما كنشوفهاش فكره. علاش؟ علاش زعما؟ زعما الا حيدنا لالا داك الجدار ديال الصداقه وداك الشيء وكانت شي حاجه. النهار الاول اللي هضرنا فيه هضرنا بزاف ديال الحوايج، اكثريه الحوايج اللي هضرنا فيهم كانوا شي حوايج عندهم علاقه بالدومين. وي الدومين، ولكن ما عمرنا جبدنا أول أصلاً. نقطة هذه هي أول نقطة. أوكي، ما عمرنا جبدنا بحال هذا الشيء، ما عمرنا جبدنا. لا أنا ما بغيتش نجبد معك أنا أصلا، أنا هذا الشيء دونك أصلا دابا فاش قلتيها لي أنا جاتني شي حاجة بيضاء، حاجة جاتني شي حاجة. كنتيش كتسنيها مني زعما؟ ما كنتش كنتسناها. إوا هذا اللي هانتي دابا. ما عرفتش كيفاش نقولها لك، مي لا زعما أنا كنت كنشوفك كتعاملني أختي. ماشي عمرني شفت زعما منك ان جيست اللي نقدر نقول فيه انه لا ايوب هكا ولا ما عرفتش المشكل. وانا لا درتك في بلاصه اختي الله يرحمها، هذه اول حاجه. يعني وكنحسبك كل شيء، كنحسبك امي، كنحسبك بحال اللي انا اي حاجه كنشوف اي حاجه دايرها فيك انت. يعني كون كنت مثلا باغي نتفلى، كون كنت باغي ندير شي حاجه راه ما غاديش نجي عندك انت، راه كاينين واخا. ولكن انا ما عمرني حتى جيت سولتك واش عندك شي وحده في حياتك ولا، ما دخلناش في هذا الشيء. اي ما بغيتش ما بغيناش اصلا انا اصلا تكون فتحتي معايا هذا القوس هذا، ما غاديش نقوله، ما غاديش ندخل معك انا اصلا في هذا الحيوان. واخا قبل ما تقول لي، قبل ما تقول لي زواج، واش سولتيني واش انا كاين شي واحد في حياتي واش كنعرف شي واحد؟ خلى التصرفات ديالك والهضره ما كاينش شي واحد في حياتك. باينه هادشي باين. هادشي اللي بان ليا انا. داكشي علاش قلتي لي؟ داكشي علاش؟ حيت شكون كان كون قلتيها لي غير دابا عاد قلتي لا اسمح لي راه كاين واحد السياد وزيد وزيد. هي واش عندك شي حاجه؟ كنعرفش كنحسبك معقول بزاف وراه. شوفي دابا راه كندوي، دابا شوف دابا هو المشكل ديالي، فاش كندوي معقول بنادم ما كيتيقش فيا. دابا انا كندوي معاك فري، دابا خلي عليا داك الشيء ديال الضحك واليوتيوب والروينه والفيديوهات، داك الشيء راه بوحدو. بدا ايوب اللي كيدوي معاك، هذا هو ايوب الحقيقي جدي. وقت الضحك الضحك، وقت المعقول معقول. ندوي مع خالتي زهره ويلي. علاش؟ ندوي مع خالتي زهره. مايمكنش. علاش مايمكنش؟ انا عارف الا دويت مع خالتي زهره ما غاديش تقول لي لا. بصح غتقول لك ولدي انت ظريف والناس وهذه وهذه، مايمكنش ايوب مايمكنش. كيعجبك شي واحد؟
جاوبيني انا هي جاوبيني نبقى نسولك وجاوبيني كيعجبك شي واحد؟ لا مغرومه بشي واحد؟ لا ومالك؟ انا كنفضل انه تبقى علاقه بحال هذيك كيفما غادي لي انا كنفضل انه علاقتي بك تبقى كيفما غادي دابا حيت حتى الا قلتي لي مثلا انه دابا مثلا انا قلت لك غادي تولي حتى تصرفاتي بشكل فهمتي غتولي تصنعي زعما اكزاكتومون لا انا باش باغا ندير شي حاجه غنولي نتحرج علاش غتولي تحرج مي دابا بالعكس عادي يعني في وسط عائلتك وهذا انا كنشوف خويا فهمتي دونك باش كنتعامل معاك وهذا كنشوف خويا مايمكنش راجلي مايمكنش اي مايمكنش يمكن وقيلا بغيتي شي واحد ما كيديرش هذا الطومين لا ما عنده حتى علاقه بالعكس بالعكس فاش كنكونوا خارجين وكنشوف انه الناس كيجيو يهضروا معاك وهذا انا كنفرح ليك حاجه زوين حيت ماشي شي كيجيو انك كيقولوا لك كلمه زوينه ماشي كيسيون ديال اشوف انا قلت لك من حدي انا ما دايرش اصلا فكره في دماغي ما عنديش مواصفات معينه شوف سمعني نقول لك واحد البلان اسمعني نقول لك غير باش تفهمي واحد القضيه اسمعني قريتك دابا من هذا الشيء هذا كامل وهذا الشيء هذا كامل اللي درت لك واللي قلت لك غير برانك وراه هو اسمعني اسمعني يوصلك حامد وصلك حامد عبد العالي ما كاينش في الدار لا وراه هو عبد العالي شاد الكاميرا شتيه مور ديك الشجره اسمع اسمع لا 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 إيه بلاتي غير بلاتي لا لا ما تقولي حتى حاجه مالك تقولي لي علاش غير اسمع اسمع شوف ما عنديش مع هذا الشيء ايوب وانت عارف هذا الشيء لا لا صافي مش دابا كديري في غير اسمع دابا المشكله اشنو غنسمع غير اسمع غير اسمع ودابا غير اسمع غير اسمع وغير اسمع حيد يدك ايوب قول يلا كديري فيديو ومن بعد علاش ما عجبكش هذا الفيديو من لا ما عنديش مع هذا الشيء وشنو معاش عندك معايا صافي غير اسمع اسمع والله حتى تحبسي والله وصافي هو اما يكونش راسك قاصر واش تقلقتي؟ لا تقلقت ايوب راه هادشي لا ما كيدارش هادشي ما كيدارش يلاه اجي غير نجلسو يلاه اجي نجلسو نهضرو يلاه يا راجل واش انت يا راسك قازح صافي درت لك لا ايوب هادشي ما تيدارش غير حبسي وغير اسمعني اسمعني شنو كنتي قلتي لي شنو كنتي قلتي لي عمرك غديرها بيا درتها بك دابا ولا ما درتهاش ياك درتها ايوا تكمشي وبردي باش نهضرو باش حسيتي دابا شوف شوف سمعي سمعي كحزيك حزين نهضر معاك حزي والله الا معاك بالصح دابا غير كحسمعي واسمعيني شوف انايا تنضحك معاك فهمتي هادشي امتى درتوه وامتى خططتو لي صباح بكري داكشي علاش فايق بكري وجايبني انا مخرجني في هادشي حادك 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 انا راه حادك شوف وقت الخدمه خدمه ما كاينش لا ايوب لا صافي ما بقاش فيك الحال صافي يلا شوفي فيا تعصبش يلا شوف فيا شوف فيا دابا خالتي بزاف ديال الحوايج خالتي زهراء وعمي محمد دابا راه غيشوفوا هذا البانك هذا شوفوا عمي وخالتي شوفوا بنتكم كي ولات شوف انا ايش نضحك معاها صافي بزاف منك غتكون هكا يلا نتصالحوا نتصالحوا هلا بابا نتصالحوا ويتكم ويتكم انتم راه ولكن غنرجع اش غترجعيش عندك ما ترجعي ما بقاش عليا داك النار راه ما عمرك ديري بيا والله حتى غنرجعها سيري تكملتي انت درتها ميمسي انا ما عنديش معاهم على ميمسي وهاد ميمسي هادي طيباتني بها قولي بيبسي بعدا بيبسي غنردها له صافي مالك درتها بك بالصحة والراحة شكرا هانية دابا نحطو هاد الفيديو جيت المكناس باش دير لي البرانك ومازال برانك واحد اخر جاي في الطريق لا دابا غرد بالي راه يدك والله لا رديتو الخوت عقلو كاين جاي واحد البرانك مور هذا والله ما غادي ترد البال امتى فوقاش ما نعرف انت وزهرك دابا شنو نحطوه يتفرجوا الناس راه كيتفرجوا صافي خليه يدوز ماشي مشكل ندير لك الفلو ولا بلاش لا الله فراسكم كنبغيكم كاملين حتى شي فيديو ولا حتى شي برانك اللي غندير لها جاي مادام وصلتي حتى لهاد اللقطه هادي دونك عجبك الفيديو شكرا ليك بزاف على المشاهده وما تنساش كيف ديما تبارطاجي هاد الفيديو هذا مع صحابك دير لايك لا فيديو دخل عندي الانستغرام ديالي اللي هو هذا دير لي فولو صيفط لي الافكار ديالك صيفط لي اي حاجه تهلاو فراسكم